اخبار اليوم افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه صباح اليوم اعمال تطوير عدد من تصنيع المركبات بمختلف انواعها وتفقد الرئيس السيسي معرض العربات المدرعه وسيارات مشروع تاكسي الشباب وسيارات النقل وتوزيع المواد الغذائيه الخاصه بشباب الخريجين وعربات نقل المواد الغذائيه المجمده واوتوبيسات النقل لافراد القوات المسلحه حضر الافتتاح المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء والفريق اول صدق صبحي القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار قاده القوات المسلحه وعدد كبير من شباب الخريجين وطلبه الكليات والمعاهد العسكريه والمدنيه.